الاستاذ المتعاقد هو استاذ مقهور بهيدا البلد، هو استاذ مظلوم، هو استاذ ما بقى عنده شيء يخسره. بس اعطونا حقنا، ما عم نطلب منكم شيء، اعطونا حقنا. وصلنا اليوم لأزمة اللي هي راح حوالي 6 أسابيع من أول فصل، وحالياً حيروح حوالي أسبوع ونص هلأ خلال هلأ هيدا الشهر. كان رد معالي الوزير هو استمع لنا وفتح بوابه، وأنا هيدا الشيء بحب أكد عليه، ولكن قلنا بعوض وبكسب فيما بعد وبمدد العام الدراسي. نحن اللي طالبناه، نحن نصف بهذا الكلام، ولكن بدنا إياه مكتوب. هيدي هي المشكلة الرئيسي. نحن ما عم نطلب أجر بلا عمل، ونحن وضحناها مع دولة الرئيس مع القاضي مجدود، وقال إذا إلى مطالعة قانونية فقالوا لنا في شيء اسمه تسيير المرفق العام، هو صادر عن مجلس الشورى الدولي، يستخدم بهيك حالات.